وكريم اسماعيل مساعد وعلياء محمود مدرب عام وماجد فوزي المدير الاداري وكابتن طارق او عفوا كابتن اكرم الشرباجي احصائي وايضا كابتن اكرم مخطط احمد. اما تشكيل نادي سموحه اليوم سماء السيد هنا حسن ايه فتح الله ايميلي ليتل ريم اسامه ريكو انجي صلاح رنا محمد ملك عبد القادر حبيبه لطفي ملك سامي ايتن ايهاب وجنة مصطفى. ده تشكيل ال 12 النهارده لفريق نادي سموحه. القياده الفنيه للكوتش الرائع عماد محمود ومساعداه الكابتن هيثم رسلان والكابتن محمود يونس وخطة احمال كابتن مؤمن مصطفى وهايدي محمود اصابات ملاعب. على بركه الله نبدا الستارت لاين اب للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين في الشاشه كده ميرال اشرف وسرايا نادين سلعاوي رنيم جداوي ورضوى محمد ده تشكيل النادي الاهلي او الستارت لاين اب. اما نادي سموحه ريكو رقم 8 ايميلي ليتل رقم 7 ورقم 11 رنا محمد وعجان بول رقم 10 انجي صلاح والحيازه لصالح نادي سموحه والكره الان مع ايميلي ليتل واحده من اللاعبات الكي بلاير اللي بيعتمد عليهم كوتش عماد محمود. وادي اول النقاط عن طريق ملك سامي اولى النقاط نقطتين تفتتح بهم احداث الكوارتر الاول. الكره في حيازه النادي الاهلي عن طريق رضوى محمد. رضوى عايزه تعمل كده الباس الباك دور لكن بتقطع منها عن طريق انجي صلاح تبدا في الاول ذا واي وتروح لايميلي ايميلي في الباور لاب وتروح وتسجل ثاني نقاطها في احداث الكوارتر الاول. اربع نقاط بدا بيهم نادي سموحه عن طريق ايميلي ليتل. وادي الثري بوينت الاولى عن طريق ميرال اشرف رقم 4 للنادي الاهلي اولى الثلاثيات تفتتح بها على طول ميرال اشرف تروح لايميلي ليتل عايزه ترد على طول بثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. على طول سلعاوي تلم في الديفنسيف ريباوند وتسلم لسرايا سرايا في الاول ذا واي تقف على الميديم شوت لكن لا تنجح في التسجيل. اوفنسيف ريباوند رائع من رنيم جداوي تخبط في رجليها وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. انجي صلاح طلع الاوت سلم لايميلي. جيم 1 انتهى بنتيجه 72 65 صالح النادي الاهلي. وادي درايف كده لكن ووك بمخالفه المشي بالكره عن طريق رنا محمد واولى تيرن اوفر على نادي سموحه. كان قبل هذا اللقاء سبورتنج استطاع التغلب على الجزيره 81 72 ويصل الى المباراه الفاصله غدا ان شاء الله. هندوف لسرايا سرايا تعدي بالسكرين من رنيم في البيك اند رول روعه قطعها حلوه قوي ميرال اشرف تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي توسع الفرق الى نقطه وحيده لصالح الاهلي. ميرال اشرف الهجمه للاهلي تنزل الكره تحت الباسكت لايميلي بتلف وترتكز بالسيمي هوك تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه. يبدا الهجمه النادي الاهلي عن طريق رضوى. رضوى تعدي وتسلم لميرال. ميرال بالهاند اوف على طول مع نادين سلعاوي هاند اوف مره ثانيه لكن فضت بطريقه حلوه قوي وصلت لسلعاوي عن طريق اللي بتنجح في تسجيل 2 بوينت وتاخد معاها الاند 1 والفاول على نادي سموحه. هنشوف الفاول هنا على مين. الفاول هنا على ملك سامي. ملك سامي واول اخطاء الشخصيه على نادي سموحه. اند 1 عن طريق نادين سلعاوي اللي بتنجح في التسجيل. فري ثرو واند 1 ناجحه لنادين السلعاوي. عدي على طول انجي صلاح سلم لايميلي مان تو مان النادي الاهلي. ايميلي معاها ضغط عليها ميرال اشرف طلبت السكرين راح لها السكرين عن طريق رنا عدت عكس السكرين تقف بالميديم شوت شاطر تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده. ايميلي امبارح واحده من البيست او توب سكورر في المباراه برصيد 16 نقطه ونادين سلعاوي ورنيم جداوي نادين 22 نقطه ورنيم جداوي 24 نقطه. وادي درايف كده وتطلع كيك اوت لرنيم. رنيم على الميديم شوت ايزي باسكت تنجح في تسجيل نقطتين كمان توسع الفرق الى فرق نقطتين 10 8 للصالح الاهلي والاهلاويه. قطع النادي الاهلي الهجمه سلم لسوكا سوكا قطعها رنيم جداوي لكن هنا في فاول والفاول الثاني على ملك سامي. ثاني الاخطاء الشخصيه على ملك سامي وثاني الاخطاء الشخصيه على نادي سموحه. اوتسايد اهلاوي عن طريق رضوى
طلع الاوت. سوكا على الثري بوينت، سلمت على طول تحت الباسكت لرنيم جداوي بالسيمي هوك، راحت رنيم لكن لا تنجح في التسجيل، تزق الكره كده وتوصل لمرال اشرف لكن ما تلحقهاش وتسلم لريكو انجي. ريكو في الدرايف راحت وصلت لكن هنا في فاول على نادين سلعاوي رقم سبعه. اولى الاخطاء الشخصيه على نادين واولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. تو شوتس لريكو، ريمو سامة هي كابتن الفريق بالمناسبه. وادي تغييرين كده حصلوا، خرجت رنا محمد وخرجت ملك سامي، نزلت مكانهم ايه فتح الله رقم خمسه وهنشوف مين نزل مكانها تاني. ريكو على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. ونزل جنة مصطفى. فري ثرو تاني لريكو. تنجح هايدر في التسجيل. عد النتيجة إلى التعادل مرة ثانية ونقطة بداية المباراة. رضوى محمد تبدأ الهجمة. سلم لميرال، سكرين بالهاند أوف لميرال. عايز تسقط لرضوى. فعلا نجحت واستلمت رضوى تحت الباسكت، عمل عليها دفاع قوي جدا، طلعت الكيك أوت لسرايا، سرايا بتحاول تعدي قبل الخمس ثواني، عدت فعلا. آخر خمس ثواني في زمن ال 24 ثانية، شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول عن طريق إيميلي. إيميلي بتعدي، إيميلي بتروح لكن دفاع قوي من النادي الاهلي، سلم لانجي صلاح على 3 بوينت لوحدها لكن لا تنجح في التسجيل، على طول يلم النادي الاهلي عن طريق ميرال، ميرال في البيس لاين راحت وصلت لكن لا تسجل، تحاول معاها مره ثانيه نادين سلعوه لكن ما بتنجحش في التسجيل، تقطع على طول رنيم جداوي وتعمل للسير وتسلم لرضوى، رضوى في البيس لاين عند نادين، نادين على 3 بوينت في الاوبن شوت تنجح في التسجيل، ثلاث نقاط نادين سلعوه بثلاثياتها المعهودة دائما وابدا. إعادة للثري بوينت لنادين سلعاوه ودرايف هنا من ايميلي لكن لا تنجح في التسجيل، تلم رنيم الجداوي وتسلم لميرال، ميرال في الفص بريك روعة لنادين سلعاوي والاند وان لنادين وفاول وخطأ شخصي على آية فتح الله رقم خمسة عشان يبقى ثلاث أخطاء شخصية على نادي سموحة والخطأ الشخصي الأول على آية فتح الله والأند وان رائعة من نادين سلعاوي. نادو على الأند وان تنجح في التسجيل. يبدأ نادي سموحة الهجمة عن طريق إنجي صلاح، تبدأ الهجمة لإنجي. من تمان النادي الاهلي، انجي في الدرايف على طول بنتريشن، طلعت الكيك اوت لايه فتح الله، ايه تحاول تلحق لكن اوتسايد على نادي سموحه، تخبط فيها ايه في ايديها كده وبتطلع اوتسايد. انتصاف احداث الكوارتر الاول وتقدم النادي الاهلي بست نقاط 16 10. هجمه اهلاويه عن طريق رضوى محمد، رضوى قطعلها رنيم جداوي، قطع حلو قوي لكن لا تنجح في التسجيل، ريكو على طول تلمر الريباوند ديفنسيف ريباوند، تروح ريكو في الاول ذا واي واحد على واحد، سيطر على كرتها قبل ما تتقطع، سلم لجنة مصطفى لاوت والله طلعت بره لانجي صلاح، انجي لي ايميلي ليتل، ايميلي على 3 بوينت، ايميلي شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، ريباوند هنا مش موجود، لا والله حاضر عن طريق ميرال اشرف، ميرال تسلم لكن جنة مصطفى تقطع في السكه وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. جنة مصطفى لاعيبه نادي سموحه القادمه من النادي الاهلي منذ الموسم هذا الموسم، كان اخر موسم ليها هو الموسم الماضي. رنيم جداوي في الدرايف واحد على واحد بالسيمي هوك راحت سجلت نقطتين كمان، 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي توسع بيهم الفارق رنيم جداوي الى 8 نقاط. ارتكاز حلو والهوك احلى. انجي صلاح هاند اوف مع ايميلي. ايميلي تعمل درايف طلع كيك اوت لجنة مصطفى، جنة تسلم لايميلي لكن دفاعات قويه من النادي الاهلي، كيك اوت لانجي، انجي على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول رضوى محمد، رضوى رضوى في الاول ذا واي، رضوى لفت طلعت الكيك اوت لنادين سلعاوي، نادين سلمت لميرال اشرف، ميرال في الدرايف على البنتريشن راحت وصلت لكن هنا في فاول، فاول وخطا شخصي. وهنشوف الفاول على مين، اعتقد الفاول على جنة مصطفى. اربع اخطاء شخصيه ارتكبوا بنادي سموحه حتى هذه اللحظات.
وفري ثرو اول ناجح عن طريق ميرال اشرف. ثلاث محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو حتى هذه اللحظات نجح في تسجيلهم والمحاوله الثانيه، لكن هنا في دخول احد احدى لاعبات نادي الاهلي او نادي سموحه قبل احدى لاعبات النادي الاهلي عفوا قبل يعني الكره ما تلمس الرينج. اوتسايد لسموحه ورنيم جداوي خرجت وشاف برضو نادين سرعاوي فريده وائل ويلي وهنشوف مين تاني نزل معاها. يا رأسام ده التغييرين اللي قام بيهم الكوتش طارق خيري. نعود للمباراه مره ثانيه. سماع السيد سلم لانجي صلاح تاخد السكرين من جنه تسلم في البيك اند رول جنه مصطفى على 3 بوينت جنه تنجح في تسجيل 3 بوينت اولى ثلاث نقاط ليها لجنه مصطفى ده الفارق الى 6 نقاط. ادي البيك اند رول وادي انجي صلاح سلمت لجنه جنه على الاوبن شوت ما تضغطش عليها شاطت نجحت في التسجيل. انجي صلاح سلم الهاند اوف لريكو تاخد سكرين من جنه مصطفى ريكو عايز تعمل بنتريشن طلعت لسماء سماء السيد درايف من الميدل لكن هنا في ايه؟ في فاول وخطا شخصي على ميرال اشرف ولا يا رأسام؟ فاول على النادي الاهلي واوتسايد لصالح نادي سموحه. انجي صلاح طلع كيك اوت لكن ستيل حاضر ورائع من رضوى محمد اللي جريت لها كده ثريا لكن ما لحقتهاش ثريا لكن فكره رائعه تنفيذ للفاست بريك اكتر من رائع. اوتسايد لسموحه طالب كده توقف الحكم طالب ان هو تنشيف او تكثيف ارضيه الملعب كي لا يصاب تصاب اللاعبات. ان شاء الله مباراتين هامين جدا في واحده في البال الاهلي هيلاعب بتروليوس دي لواندا او بترو دي لواندا في البال المباراه الرابعه ليه ان شاء الله مباراه تقدر تقول كده مباراه الزعامه على مجموعه الصحراء. نتمنى من كل جمهورنا الحبيب وكل عشاق كره السله الحضور مجموعه النيل كل الحضور ان شاء الله يبقى متواجد بكره لقوه هذه المباراه وايضا في المساء مباراه السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز في الامارات كره القدم. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في الباسكت في البال اللي تاهل رسميا خلاص للنهائيات في كيجالي رواندا يوم 21 مايو ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للماتادورز بقياده السنيور اوجوستي جولف بوش وايضا كل التوفيق لفريق كره القدم بقياده مستر كولر وجهازه المعارف. خلاص تم تكثيف ارضيه الملعب كوتش طارق خيري وتفكير في المباراة. 6 نقاط فارق للصالح النادي الأهلي. انجي صلاح تبدأ الهجمة لنادي سموحة سلم لجنة مصطفى لانجي صلاح مرة تانية تاخد السكرين لريكو عفوا ريكو لكن الستيل على طول رائع من رضوى. رضوى رايحة الفاست بريك سلمت لفريدة وائل تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة للصالح النادي الأهلي توسع الفارق إلى 21-13. وادي سماء شاطت على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل دفاع حاضر عند لا والله ده الاوفنسيف ريباوند حاضر عند نادي سموحه تراي كده من ريكو لكن لا تنجح في التسجيل تطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. جانا مصطفى اعتقد ريكو خرجت ريكو فعلا خرجت هنشوف نزل مين مكانها ده تغيير في صفوف نادي سموحه. نزلت مكانها حبيبه لطفي رقم 17 وادي رضوى محمد بدايه الهجمه وخرجت ايضا انجي صلاح فريده وائل تعدي بالسكرين يا رسامه تقف بكندرو الروعه يا رسامه واولى النقاط يا رسامه في باسكت ما فيش اروع ولا اجمل من كده بكندرو نموذج تنفذه فريده وائل ويا رسامه. ايميلي ليتل اللي نزلت دلوقتي راحت بنتريشن بيزاين كيك اوت على طول ليه آية فتح الله اللي تنجح في تنفيذ 3 بوينت
لآية فتح الله ثلاث نقاط جديدة لصالح نادي سموحة. تعدي على طول لإيميلي، سلم لسماء فاضية على الأوبن شوت 3 بوينت، تنجح في تسجيل 3 بوينت ثاني، ثلاثة 3 بوينت نادي السموحة من أصل 8 محاولات على 3 بوينت نادي سموحة. عدت وسلمت يا رسامة، رب محمد تاخد السكرين، تسلم لميرال أشرف، ميرال مان تو مان نادي سموحة، ميرال لسه ميرال بتدور على مين؟ بتدور على رضوى محمد، تاخد السكرين رضوى من يا رسامة على الأوبن شوت 3 بوينت روعة لو جت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول حبيبة لطفي، تروح وتقف وتهدى وتسلم الملعب لإيميلي ليتل، إيميلي عايزه تعمل الدرايف طلعت على طول لسماء، سماء من البنتريشن من البيز لاين والكيك اوت معاها لآية اللي بتشوط على 3 بوينت لكن اير بول، تلم على طول سوريا تطلع الفاست بريك لميرال اشرف، ميرال و2 بوينت جديده في اخر 45 ثانيه تنجح في تسجيلهم، توسع الفارق الى 25 19 لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. إيميلي ليتل تسلم لجنة، آية فتح الله مرة تانية لسماء، زون ديفنس استعاد بيه النادي الأهلي، وادي كيك أوت لآية فتح الله، بساط سريعة لآية تطلع الكيك أوت، تقلب الملعب لإيميلي، إيميلي بتشوط في آخر ثانيتين لكن إير بول، سلم على طول يارا ليه، هنا الباص روعة، الفينش ولا أروع، الباسكت ولا أجمل، الأند وان هتكون روعة الروعة، بداية الهجمة رائعة نشوفها مرة تانية، آدي باك دور رائع من سوريا لميرال، ميرال لما عليها الاثنين فريدة وائل قطعلها في المكان والزمان المناسب جدا، تنجح انها تسجل 2 بوينت واند 1 معاها وفاول وخطأ شخصي على نادي سموحة. في تغيير حصل حالا هنشوف مين، لكن خلينا مع الاند 1 لفريدة وائل. فريدة في الاند 1 تنجح في التسجيل، وسع الفارق الى 28 19 اخر 14 ثانيه في زمن وعمر الكوارتر الاول. عدت إيميلي ليتل هي اللي هتخلص دلوقتي، يا اما هتشوط يا اما تعمل بنتريشن، طلعت الكيك اوت لجنه، جنه على 3 بوينت شاطر لكن لا تنجح في التسجيل، صراع فضائي لكن ينتهي عند الاوت عند نادي سموحه. ثانيتين وسبع اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول، بصت الكرة لإيميلي، إيميلي استخدمت اللوحة لكن لا تسجل، زقتها كده جنة مصطفى في واحدة من لعبتها بالفولو مع البازر تايم تنجح تسجل نقطتين وتخلي النتيجة 21-28 لصالح النادي الأهلي. استراحة دقيقتين ونرجع لحضراتكم فيهم مرة تانية. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين، واللي ما كانش متابع معانا جيم 2 ما بين الأهلي وسموحة، انتهت أحداث الكوارتر الأول 28-21 للستارت لاين أب للنادي الأهلي، هو نفس الخماسي اللي فنش بيه كوتش طارق خيري، والحيازة للصالح الأهلي والأهلاوية. رضوى محمد تاخد سكرين أول وتاني وتسلم على طول، يارا سابها تحت الباسكت، يارا بشمالها راحت لكن لا تسجل، تلب تاني وفايت سيف ريباوند، تسلم لويلي أو فريدة وائل، فريدة ليارا تحت ميرال تحت الباسكت، سلمت ليارا لكن ليارا اتقطعت منها، سيطرت على الكره مره ثانيه بالهوك مره ثانيه، وادي اوفنسيف ريباوند روعه من ميرال اشرف تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني في عمر هذه المباراه. تبدا على طول الهجمه عن طريق حبيبه، سلم لجنه مصطفى، جنه درايف وبتلف وترتكز وبتهوش وتروح لكن هنا في فاول على ميرال اشرف، ثاني اولى الاخطاء الشخصيه على ميرال اشرف. والاوتسايد لسموحة 30-21 بدأت أحداث الكوارتر الثاني. إيميلي ليتل اللي بتقف وبتسلم لريكو، ريكو تروح لكن فريدة وائل تعترضها بالفاول وخطأ شخصي، والتو شوتس لصالح ريكو أو ريم أسامة، تو شوتس ارتكب الاهلي اول 45 ثانية من بداية احداث الكوارتر الثاني فاولين حتى هذه اللحظة. فري ثرو اول لريم اسامة او ريكو لا تنجح في التسجيل. نادي سموحة جاله اثنين فري ثرو في الكوارتر الاول نجح في تسجيلهم، النادي الاهلي خمسة فري ثرو نجح في تسجيل اربعة من اصل خمسة.
ريسلو تاني ناجح ليه؟ ريكو ده الفرق الى 8 نقاط. تايم اوت تطلبه كوتش عماد محمود، نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. التايم اوت اللي طلبه الكوتش عماد. نرجع لاحداث المباراه مره ثانيه. 8 نقاط فارق 30-22 لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. 9 دقائق 13 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. جيم 2 سيمي فاينل سوبر او دوري السوبر سيدات. يا رسامه هاند اوف مع رضوى. رضوى تسلم لسوكا. سوكا على 3 بوينت على الاوبن شوت سوكا لكن لا تنجح في التسجيل. يا رسامه بتزق الكره كده لفريده وائل. فريده وجي فان دجو روعه مع يا رسامه لكن بتعترضها ايميلي ليتل بفاول والتو شوتس تصارح يارا اسامه. يارا على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني يارا لا تنجح في التسجيل. فنسف ريباوند على طول. حاضر من نادي سموحة انجي صلاح هندوف مع ريكو زون ديفنس النادي الاهلي. سكرين من ريكو ليه على الاوبن شوت شاطت لا تنجح في التسجيل. فريدة وائل ديفنسف ريباوند روعة تسلم لرضوى لفريدة مرة ثانية. فريدة تبدأ الهجمة تسلم لسوكا. سوكا او سوريا واسيستر حلو والباك لياب ما فيش اجمل من كده لكن هارد لك يا رضوى لما على طول سماء السيد تعال تعدي بالملعب قبل الثمان ثواني تسلم لانجي صلاح. انجي تاخد السكرين مره ثانيه من جنى مصطفى طلع كيك اوت لريكو. ريكو لانجي في البيز لاين عملت البنتريشن راحت وصلت باك لياب لكن لا تنجح في التسجيل. جنى مصطفى على السكند شوت طلعت الكيك اوت لريكو. ريكو في الاوبن شوت على الثري بوينت شاطت لا تسجل. ميرال اشرف ترتكب فاول. ميرال اشرف ترتكب فاول. الفاول الثالث على النادي الاهلي واوتسايد لصالح سموحه. ايميلي ليتل على الميديم شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه. يبدا الهجمه عن طريق رضوى محمد 31-24 لصالح النادي الاهلي. فريده وائل على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم ايميلي. ايميلي بتعدي لكن يارا اسامه ترتكب فاول وخطا شخصي رابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. يعني ولسه فايت من عمر الكوارتر الثاني تقريبا 3 دقايق ونص. رضوى محمد وسوريا وايضا ميرال اشرف بيجري تغييرات كوتش طارق خيري. هنشوف مين نزل مكانهم دلوقتي. نزل مكانهم نادين سلعاو وحبيبه بيكو وايضا جايده خالد رقم 99. ايميلي سلمت الكره لريكو في البيز لاين. ريكو بالبيهايند باك وقفت على الميديم شوت شاطت نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه. ريكو او حبيبه بيكو عفوا سلم نادين سلعاوي. نادين في البنتريشن تسلم لفريده وائل بتتقطع منها كده وبتعمل ستيل على طول من جنى مصطفى اللي بدوره بتسلم لانجي صلاح. انجي في الاول زاوية وقفت سلمت لايميلي. ايميلي على 3 بوينت شاطت للمره الرابعه ولا الخامسه لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول فريده وائل تبدا الهجمه. فريده سلم لحبيبه بيكو. بيكو او جايده خالد عفوا سلم ليارا اسامه. يارا لفت وراحت لكن هنا بتعترضها بفاول وخطا شخصي
جنى مصطفى. اوتسايد خرجت جنى مصطفى، نزلت مكانها ملك سامي. ملك سامي ارتكبت فاولين في الكوارتر الاول. اوتسايد حبيبي بيكو، هتطلع الاوت، سلم لنادين سلعاوي. جايده بتعمل لها السكرين، لفت نادين وبتسلم لفريده وائل. فريده قطع لها جايده، سلمت جايده، طلعت كيك اوت لفريده. فريده على 3 بوينت شاطت ونجحت في تسجيل 3 نقاط جديده لفريده وائل. تنجح في تسجيل 3 بوينت ولا اروع من فريده وائل. ودرايف من انجي صلاح لكن بتعترضها، فاول وخطا شخصي على يارا سامة. يارا سامة 3 اخطاء شخصيه هيتم يعني تغييرها اعتقد هذا. وتو شوتس لصالح انجي صلاح. انجي على الفري ثرو الاول، تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني لانجي، 6 دقائق 18 ثانية لا تسجل. 34-27، 7 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. حبيبة بيكو، بيكو تعدي بالباك بيفوت او تعدي وتقطعلها حلوة قوي نادين سلعوة، ونادين بالفلوتر شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الاهلي، توسع الفارق الى 36-27، 9 نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي. انجي صلاح تاخد السكرين من رنا محمد، تمسك كوره ضغط عليها حبيبه بيكو، لسه 5 ثواني، راحت لريكو عمل السويتش على طول في الديفنس. ريكو شاطر لكن لا تنجح في التسجيل. يارا سامة بتلم على طول ديفنسيف ريباوند، تسلم لبيكو. بيكو تبدا الهجمه، سلمت لفريده وائل، قطعها يارا سامة حلوه قوي، لكن يارا سامة الفينش ما كانش حلو قوي، ما تنجحش في التسجيل. ريكو من سموحه تلم تقلب الملعب الناحيه الثانيه على طول لانجي صلاح. انجي تقف وتسلم ليه رنا محمد اللي راحت ولفت لكن لا تنجح في التسجيل، على طول اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 5 دقائق 19 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 9 نقاط هو الفارق، 36-27 لصالح نادي الاهلي. جيم 2 سيمي فاينل الدوري السوبر الممتاز. السيده حبيبه بيكو تبدا الهجمه لصالح الاهلي والاهلاويه. جايده خالد هندوف على طول مع فريده وائل. فريده هندوف مرة تانية مع نادين سلعاوة، تاخد السكرين وتطلع لجايدة. جايدة بتهوش كده وبتسلم لي حبيبة بيكو على الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول نادين سلعاوة، تسلم ليارا سامة لكن يارا لا تنجح في التسجيل. حبيبة ريكو تبدا على طول الهجمة في الاول زاوية، طلع كيك اوت لإيميلي ليتل. إيميلي على الثري بوينت، خلي بالنا بالست دي ولا لا تنجح. تلم على طول لاعبات نادي سموحة، بساط سريعة تنتهي عند ريكو. ريكو في البنتريشن من البيز لاين راحت لكن جايدة خالد بتعترضها، فاول على طول وتو شوتس لصالح نادي سموحة. حبيبة أو عفوا ريم أسامة ريكو، وادي ندى نافع بدل من يارا سامة. وتو شوتس وأيضا إنجي صلاح خرجت من نادي سموحة. تو شوتس لريكو في مسامة، هي كابتن فريق نادي سموحة. في ثرو أول غير ناجح، وفري ثرو تاني أيضا تنجح في التسجيل. ده الفارق إلى 8 نقاط، 38-28-36. حبيبي ريكو مان تو مان نادي سموحة، سلم لنادين سلعاوي. نادين لبيكو، بيكو تهوش تعمل بنتريشن الميدل، تسلم لجايده خالد. جايده تتقطع منها على طول وتخبط، هنا في فاول على فريده وائل، في فاول وخطا على فريده وائل. وسماء او سماء يتم اعتراضها كده، سلامات لسماء السيد رقم 2 من نادي سموحه، قامت بالسلامه. وفاول وتو شوتس لصالح نادي سموحه عن طريق سماء السيد رقم 2 من نادي سموحه. تو شوتس كوتش عماد بيجري تغييرات، خرج
رانا محمد ونزل مكانها ايه فتح الله. فري ثرو اول غير ناجح لسماء السيد، وفري ثرو تاني غير ناجح ايضا لسماء. حبيبي ريكو تبدا تسلم ندى نافع، ندى تعمل الدرايف طلعت كيك اوت لحبيبه، حبيبه تهوش حلوه قوي تعدي وتروح بالباك لاب تنجح، لكن ما تنجحش بالتسجيل لكن تنجح انها تاخد فاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح حبيبه ريكو. حبيبه بيكو عفوا. حبيبه على الفري ثرو الاول لا تنجح. حبيبي على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. تغيير هيحصل 37 28 عاد الفرق ثاني الى 9 نقاط. اربع دقائق خمس ثواني انجي صلاح تعود مره ثانيه لارض الملعب. تبدا انجي تسلم لايميلي، ايميلي في الدرايف من البيز لاين معاها سلعوه تروح وتشوط لكن ما تنجحش في التسجيل، لكن هنا تلم على طول في الديفنس في الاوفنسيف ريباوند ملك سامي تنجح انها تاخد فاول من ندى نافع بتو شوتس لصالح نادي سموحه. فري ثرو اول عن طريق ملك سامي لا تسجل. تسع محاولات نادي سموحه على الفري ثرو نجح في تسجيل ثلاثه في ودي الرابعه في احداث الكوارتر الثاني. النادي الاهلي اربع محاولات نجح في تسجيل محاولتين فقط. حبيبه بيكو تبدا الهجمه تسلم ليه فريده وائل تاخد سكرين من جايده خالد، جايده تقلب الملعب الناحيه الثانيه لبيكو، بيكو على الثري بوينت في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي يرتفع معاه الفارق الى 40 29 لصالح. تبدا انجي صلاح الهجمه نادي سموحه تاخد السكرين على طول من ايه فتح الله تقلب الملعب لريكو، ريكو لكن هنا قطعت وروس ريكو مره ثانيه، ريكو لانجي صلاح هندوف على طول معايا فتح الله سلم تحت الباسكت ليه ملك سامي تلف وترتكز بشمالها راحت لكن لا تنجح في التسجيل. جايده ديفنسيف ريباوند ولا اروع طلعت الكره لكن كانت طويله شويه، تقطع انجي صلاح وتسلم لايه فتح الله لتعمل درايف من البيز لاين وتنجح في تسجيل تو بوينت جديده لصالح نادي سموحه. 31 40 تقلب الملعب على طول بيكو لجايده خالد بتدور على نادي نافع تحت الباسكت، جايده تهوش كده وبتعمل بنتريشن وتروح لكن تخبط في رجل لاعبه من لاعبات او ايميلي بالتحديد لاعبه سموحه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تسع ثواني على انتهاء زمن الهجمه والاوت اهلاوي. طلع الاوت فريده وائل سلم ندى نافع، ندى البيكو تاخد السكرين فريده وائل على الاوبن شوت 3 بوينت لكن اير بول ترجع تاني لفريده وائل اللي بتكمل قبل البازر تايم تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي عن طريق فريده وائل. انجي صلاح من سموحه تبدا الهجمه، انجي تاخد السكرين من ايه فتح الله تعدي اخر دقيقتين ونص لكن السير كان حاضر روعه من حبيبه بيكو وتسلم الكوره لكن هنا في ايه؟ في فاول على ايه فتح الله ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي سموحه ودي فاول وخطا شخصي اخر دقيقتين و20 ثانيه تقريبا واوتسايد لصالح نادي الاهلي. تايم اوت يطلبه الكوتش عماد، تعالوا نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. المنطقه دي هتاخد اللي هنا، انا ما اسيبش حد يلعب في حد عندنا.
الناس خلف فريسي ايدك في الجول. برافو يا جماعه. هاي لو لا يا جماعه كمل على كده يلا بينا. عايزين 42-31 لصالح النادي الاهلي، 11 بوينت فرق لصالحه في جيم 2 من صاله برج العرب في الاسكندريه. اوتسايد اهلاوي بعد فاول ايه فتح الله رقم 5 على حبيبه بيكو. تبدا بيكو الهجمه تسلم لفريده وائل، دقيقتين و15 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. فريده وائل تسلم لبيكو، بيكو تعمل الدرايف طلعت وسلمت ندى نافع، ندى نافع واحد على واحد عايز تسلم اللي قطع كده نادين سلعوه، نادين تلف وترتكز وتروح وتسلم، لكن حبيب ريكو لاعبه نادي سموحه ترتكب فاول وخطا شخصي. ريم اسامه كابتن فريق نادي سموحه والتو شوتس لصالح نادي الاهلي على تنفيذ الفري ثرو الاول. نادين سلعوه او نادو فري ثرو اول ناجح لنادين سلعوه. على الفري ثرو الثاني نادين سلعاوي تنجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف في سموحه 44-31 ارتفاع الفارق الى 13 نقطه لصالح النادي الاهلي. انجي صلاح تبدا الهجمه نادي سموحه، بوينت جارد نادي سموحه عدت انجي. اهلي مان تو مان بيكو تعمل الدرايف تروح، لكن هنا دفاع قوي من النادي الاهلي توصل عند حبيبه بيكو، وهنا جامبول والحيازه لصالح نادي الاهلي. لا عفوا الحيازه لصالح نادي سموحه. دي 44 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 9 ثواني على زمن انتهاء زمن الهجمه لفريق نادي سموحه. ملك عبد القادر تسلم لانجي صلاح، انجي تاخد السكرين ملك تقف وال على الميديا بشوت لكن لا تنجح في التسجيل. ايا فتح الله تلمت مره ثانيه، ايميلي ليتل تعمل الدرايف لكن دفاع قوي من فريده وائل اللي قدرت تقطع منها الكره وتسلم لحبيبه بيكو. بيكو لجايده خالد قطعلها ندى نافع، قررت تسلم لفريده وائل، فريده البنتريشن من الميدل قطعلها بيكو حلوه قوي اللي توصل وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده. ما فيش اروع ولا اجمل من كده. انجي صلاح تبدا الهجمه، انجي تسلم لريكو، ريمو اسامه تاخد سكرين من ملك عبد القادر، سلم الملك مره ثانيه، انجي صلاح في البيز لاين عايز تعمل الدرايف، دفاعات قويه من النادي الاهلي لكن سيطر عليها وتسلم لايميلي، ايميلي في الستيب باك تروح وتشوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول نادين سلعاوي تطلع على طول في الفاست بريك وتاخدها مره ثانيه، نادين على اوبن شوت تنجح في تسجيل 3 بوينت ثاني ولا اروع ولا اجمل. نادو نادين سلعاوي اللي بتنجح فيه اضافه 3 بوينت، باصت فضت نفسها وشاطت متمكنه في شوطاتها تنجح في تسجيل 3 بوينت ولا اروع. ايميلي اللي واقفه شاطت لوحدها خالص لكن لا تنجح في التسجيل، ندى نافع بتلم على طول وبتسلم لفريده وائل، 24 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثاني. بيكو ارتفاع الفارق الى 18 نقطه لصالح النادي الاهلي، حبيبه بيكو تاخد السكرين. اخر 10 ثواني في زمن الهجمه لفريده وائل، فريده قطعها جايده طلبت سكرين مره ثانيه، فريده هتتصرف لوحدها تلف على طول في الباك دور لازم تشوط دلوقتي، جايده هتشوط لكن البازر تايم كان اسرع ويتبقى ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. خمس محاولات النادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل ثلاثه، يتبقى ثانيه وزي ما قلت لحضراتكم سبع اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. كوتش طارق بيطالب لاعباته بالضغط والبريسنج على لاعبات نادي سموحه. ريم اسامه تعدي وعايزه تشوط لكن البازر تايم كان اسرع وتنتهي احداث الكوارتر الثاني بنتيجه 49-31. استراحه قليله ما بين احداث وعمر الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث، نذهب بهم سريعا الى المتالقه دائما وابدا مريم سميح وضيوفها اساطير كره السله للنادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن محمد سلعاوي والكابتن طاهر رجب. الزميله العزيزه مريم سميح اليك الميكروفون. شكرا للزميله العزيزه مريم سميح وشكرا لضيوفها الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره ثانيه وبدايه احداث الكوارتر الثالث من سيمي فاينال
دوري السوبر سيدات موسم 22-23. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 28-21، ثم انتهت احداث الكوارتر الثاني 49-31 لصالح النادي الاهلي. التشكيل نادي سموحه: سماء السيد رقم 2، هنا حسن رقم 4، ايه فتح الله رقم 5، ايميلي ليتل رقم 7، الكابيتانو ريم اسامه او ريكو رقم 8، انجي صلاح رقم 10، رنا محمد رقم 11، ملك عبد القادر 14، حبيبه لطفي 17، ملك سامي 20، وجنة مصطفى 74. ده تشكيل نادي سموحه. القاده الفنيه للكوتش او الراي عماد محمود. اما النادي الاهلي: ميرال اشرف، نادين سلعاوي، نادي سرايا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، نرمين ايمن، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم جداوي، حبيبه بيكو، يارا اسامه، جايده خالد. القاده للكوتش الفنيه للكوتش طارق خير. الستارت لاين اب للنادي الاهلي: فريده وائل، رنيم جداوي، حبيبه بيكو، نادين سلعاوه، والحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه وندى نافع هي الخامسه. الحيازه اهلاويه عن طريق فريده وائل، فريده في البنتريشن، بيك اند رول مع رنيم جداوي، باك ليب ولا اروع لرنيم جداوي تنجح في تسجيل اول نقطتين لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي ظهرت في احداث الكوارتر الاول، لم تظهر في احداث الكوارتر الثاني، لكن ظهرت في احداث الكوارتر الثاني. اولى الاخطاء الشخصيه على حبيبه بيكو. واوتسايد لصالح نادي سموحه. هنا حسن في اول ظهور ليها، سلم ليه ريكو لهنا مرة تانية. آية فتح الله أو آية فتح الله على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند رائع من فريدة وائل، سلم على طول لحبيبة بيكو، بيكو بشمال هتنجح في تسجيل. تاني نقاط النادي الأهلي بعد نقطتين من رنيم جداوي. تبدأ الهجمة إيميلي ليتل، إيميلي في الدرايف واحد على واحد، تقف وترتكز وتروح للباسكت لكن لا ترجع في التسجيل. سكند شات ثاني عند إيميلي اللي تنجح في تسجيل نقطتين وتنجح في تضييق الفارق من 53 ل 33، 20 نقطة هو الفارق. ندى نافع هندوف على طول مع حبيبة بيكو، حبيبة تقلب لندى نافع لنادين سلعاوة في التو مانز مع ندى نافع، بيك اند رول عند ندى نافع، تروح وتوصل لكن تحصل على فاول عن طريق ندى نافع تجاه ايميلي ليتل. ايميلي ترتكب فاول وتو شوتس لصالح نادي الاهلي على تنفيذ الفري ثرو الاول والثاني ندى نافع. فري ثرو اول ناجح لندى. وفري ثرو ثاني غير ناجح لندى. ايميلي ليتل في الديفنسيف ريباوند. سلم الكوره. تهوش وتدي الكوره على طول ليه هنا حسن اللي بتشوط على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند رائع من ندى نافع. بتسلم لبيكو، بيكو بتعدي من هنا. وتسلم نادين سلعاو على الاوبن شوت، نادين 3 بوينت نادين لكن لا تنجح في التسجيل. سكند شانس حاضر على طول عند رنيم جداوي، مره واثنين والثالثه ثابته يا نادين يا رنيم، تنجح في التسجيل 2 بوينت جديده لرنيم جداوي بعد ثلاث محاولات كده على الباسكت. ايميلي ليتل، ايميلي عايزه تشوط، شاطت فعلا على 3 بوينت، نجحت في تسجيل ثلاث نقاط كمان لصالح ايميلي ليتل. هذه الإعادة تحت ضغط نسبتها كويسة جدا. ايميلي ليتل درايف كده رائع من فريدة وائل، سلمت رنيم لكن هارد لك يا رنيم، لما على طول هنا حسن تبدأ الهجمة وتسلم لريكو أو ريمو سامة لهنا حسن مرة تانية، هوشت كده فيك باص، حاول تعدي، سلمت ليه لكن السيل هنا كان موجود من نادين سلعوة. نادين بالباور ليه بتنجح في تسجيل نقطتين ويعلي الفارق الى 22 نقطه لصالح نادي الاهلي. درايف كده من ايميلي، تقف وتشوط للمره الثانيه يا ايميلي ليتل لكن لا تنجح في التسجيل. رنيم جداوي وخطا شخصي تجاه اللاعيبه رقم 5 ايا فتح الله. وتالي الاخطاء الشخصيه على نادي سموحه. خرجت ملك عبد القادر رقم 14، شوف مين نازل مكانها، جنى مصطفى، مان تو مان نادي سموحه، بيكو للسلعاوي، لبيكو مره ثانيه، سكرين كده بتطلبه من رنيم جداوي، هوش
وتروح تلف وترتكز وتقطع لها سرعه حلوه قوي وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل. تخبط الكوره في ايد مين؟ تخبط الكوره في ايد الاهلي وتطلع اوت سايد لصالح نادي. هلا سموح عفوا 58 36 22 نقطه 6 دقائق 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. هنا حسن سلم لريم وسامة. ريم ريكو لكن للسيل حاضر من رنيم جداوي. رنيم في الاول زاويه. رنيم لسه معاه الكره. رنيم تخبط في رجلين رنيم تطلع اوت سايد على رنيم جداوي لاعبه النادي الاهلي. كمل المباراه كابتن محمد ابراهيم كابتن مروان فتيحه وكابتن حسين حجاج ده حكام لقائنا النهارده. 6 دقائق 32 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. كده في اقامه مباراه فاصله ما بين سبورتنج والجزيرة غدا إن شاء الله. خرجت آية فتح الله ونزلت مكانها أيتني هاف أول مشاركة ليها. إيميلي ليتل ده من سموحة لهنا حسن. هنا عايز تعمل بيك أند رول. دفعات الأهلي قوية. إيميلي في البيز لاين قطع لها كده أيتن اللي بتشوط لكن لا ترجع في التسجيل. في فاول مظبوط في فاول على ريكو أو ريم أسامة تجاه ندى نافع. في دفعة كده من ريم أسامة واوت سايد لصالح نادي الاهلي. حبيبه بيكو تعدي وتسلم لجداوي لبيكو هاند اوف. حاول تعدي مره ثانيه تطلع رنيم جداوي على الاوبن شوت. رنيم 3 بوينت ولا اروع من رنيم جداوي تنجح في تسجيل 3 نقاط توسع الفارق الى 61 36. 3 نقاط لرنيم جداوي. ايميلي تباص الكرة كده توصل ليه جنة مصطفى تراي على الباسكت لكن ما بتلحقش. بيكو على طول تبدأ الهجمة وتسلم في البيز لاين تجاه فريدة وائل. تقلب الملعب ليه سلعاوة تاخد سكرين من ندى نافع. نادين سلعاوة استنى البيك اند رول تسلم لبيكو. بيكو تسلم ندى نافع تحت الباسكت لكن مقطوع الباص. في ستيل حاضر من ريم أسامة أو ريكو. إيميلي ليتل. إيميلي راحت وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. زقها كده فريده وائل وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سموح. ريم أسامة او ريكو وايضا هنا حسن هيجروا تغييرات زي ما حضراتكم شايفين. نزلت مكانهم انجي صلاح وسما رقم 2. جانا مصطفى سلم لايميلي. ايميلي عايزه تشوط دور على اي فرصه للشوط لكن دفاع الاهلي وفريده وائل مش سايباها تقطع الستيل لكن تطلع اوت سايد لصالح نادي سموحه. دفاع قوي من فريده وائل واخده تعليمات انها ما تعديش. فريده تخرج دلوقتي ونادي السلعاوي تخرج وايضا نزلت مكانهم سوريا ومرال اشرف ويارا اسامه وندى نافع هي اللي خرجت. سما على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل تلم على طول. حبيبه بيكو حبيبه سلم لسوكا او سرايا ليه رنيم جداوي. الاوبن شوت سكند شوت تاني ما بتنجحش لكن سكند شوت حاضر عند يارا سامة اللي بتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. يارا سامة متالقه النهارده الابتسامه ترتسم على وجهها. ايميلي شاطت المره دي لكن اير بول وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. تغيير خرجت جنة مصطفى من نادي سموحة. نشوف مين نزل مكانها. كرة في حيز النادي الاهلي 63 36. نزل مكانها ملك عبد القادر. هندوف على طول مع بيكو من رنيم. سكرين اول وتاني لسوكا. سوكا على 3 بوينت اوبن شوت المرة دي ايه؟ ما جاتش يا سوكا هارد لك. تنجح على طول. انجي صلاح في الديفنسيف ريباوند في الاول زاويه رايحه لكن بلوك ولا اروع من سوكا. تنجح في عمل دفاعات قويه تجاه انجي صلاح وتقع في الهجمه واوت سايد للصالح نادي سموحه. اوت سايد استلم على طول ملك عبادر لكن تطلع اوت سايد ايتن هاب عفوا لكن ستيل حاضر من حبيبه بيكو وتطلع في الاخير اوت سايد للصالح نادي سموحه. سموحه هتطلع الاوت سلم لايتن. ايتن لقت نفسها فاضيه على اوبن شوت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. يا رأسامة من اعلى نقطه بتلم ريباوند وتسلم على طول في الفاست بريك عند سوريا منتظره القاطع. سوريا عندها رنيم سلمت رنيم لفت رنيم سلمت ليها رأسامة تحت الباسكت لكن هنا الكره كان ايد ريكو ايد
اللاعبة رقم 20 ملك سامي كانت هي الأسرع تطلع أوتسايد لصالح نادي سموح. سما ستيل حاضر على طول من رنيم جداوي، رنيم في الدرايف والأول زاوية راحت لكن لا تنجح في التسجيل وتاخد معاها فاول وخطأ شخصي على اللاعبة رقم 20 ملك سامي بتو شوتس لصالح رنيم الجداوي. رنيم الجداوي من بداية أحداث الكوارتر الثالث وهي متألقة ما شاء الله، 3 بوينت ودفاعيا ايضا متالقه. فري ثرو اول لرنيم لا تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني عند رنيم جداوي لا تنجح في التسجيل. مرار اشرف تحاول معها لكن انجي صلاح تنجح في تخلصها، تسلم على طول لايتن، ايتن بدورها تسلم على طول لملك سامي، ملك تقف وترتكز وتسلم لانجي صلاح، انجي على اوبن شوت شاطت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. ميرال اشرف ديفنسيف ريباوند تروح على طول في الاول ذا واي واحد على واحد، سلمت ليارا سما لكن رنا محمد، هي رنا حاطه ايديها في الكره لكن الحكم احتسبها اوت سايد لصالح نادي الاهلي نادي سموحه. عفوا في تغيير في صفوف سموحه. شوف مين اللي خرج ومين نزل مكانه. انجي صلاح تبدا الهجمه، انجي تقلب لسما، لسه سما معاها الكوره شاطت على اوبن شوت لكن اير بول توصل عند ده الاهلي هو اللي اجرى تغيير. رضوى محمد هي اللي نزلت وجايده خالد ايضا نزلت، نزلت مكان حبيبه بيكو. وادي هاند اوف مع يارا سما وسكرينات لمرال اشرف، مرال لسوكا، سوكا طلب السكرين من يارا سما، سوكا سوكا اربع ثواني على زمن الهجمه عايزه هي تخلص شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول انجي صلاح تبدا الهجمه، انجي انجي تهدب ملعبها تلعب في السيت بلاي على طول، تقلب الملعب لسما، سما على طول في البيز لاين لرنا محمد وادي الكوره توصل عند ملك سامي لكن هنا في جامبول والحيازه لصالح نادي سموحه. نزلت جايده خالد مكان رنيم جداوي اوتسايد لسموحه، ملك سامي تستلم تعمل الدرايف بنتريشن توصل تروح لكن لا تسجل على طول. ميرال اشرف تنجح في الديفنسيف ريباوند تبدا وتهدى بملعبها تعدي تقلب الملعب لرضوى، رضوى على اوبن شوت خالص لكن هي قررت انها تعمل بنتريشن. رضوى محمد سلمت لجايده لكن جايده استحوذت على الكوره راحت وصلت لكن لا ترجع في التسجيل. يارا اسامه سكند شوت لكن في فاول لصالح يارا اسامه كده اي خطا او اي فاول هيرتكبه نادي سموحه بتو شوتس على طول لصالح النادي الاهلي. دقيقتين متبقيه 63 36 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو اول ليارا سامة تنجح في التسجيل. اربع محاولات النادي الاهلي على الفري ثرو في احداث الكوارتر الثالث، نجح في تسجيل محاولتين وادي المحاوله الخامسه نجح في تسجيل المحاوله الخامسه، يبقى ثلاث محاولات من اصل خمس محاولات نجح الاهلي في التسجيل. انجي سامة انجي صلاح عفوا عدت بالسكرين زون ديفنس النادي الاهلي، تقلب على طول لرنا محمد، سلم لملك سامي على الميديا بشوت شاطت نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه. ملك سامي على طول سرايا محمد تستلم الكره من رضوى، سرايا سوكا على 3 بوينت يا سوكا لكن لا تنجح في التسجيل. سكند شانس ثاني عند سوكا تبدا الهجمه وتسلم لرضوى، رضوى ليارا سما تحت الباسكت واحد على واحد في الريباوند تروح لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول لاعبات نادي سموحه توصل وادي البلوك الثاني ولا اروع من يعني من سوريا. لو نعيدها سريعا كده ده ثاني بلوك لسوكا، سوريا بلوك ما فيش اروع من كده وبرده نفس البوزيشن ونفس الفاست بريك لسوريا، عملت البلوك ايضا على رنا محمد رقم 11. نزل دلوقتي حبيبة لطفي تقلب الملعب على طول لملك سامي، ملك في الدرايف واحد على واحد تقف وتهوش تطلع لانجي صلاح، انجي على اوبن شوت شاطت لا تنجح في التسجيل. ميرال اشرف في اخر دقيقه واربع ثواني من عمر الكوارتر تعمل ديفنسيف ريباوند تسلم لسوكا، سوكا في الدرايف سوكا تقلب لميرال اشرف، ميرال تلعب واحد على واحد تعمل باك بيفوت وتطلع كيك اوت لسوريا، ثلاثات سوريا مفتقدينها لكن بريتريشن حاضر والاسيست كمان حاضر. سوكا تبدع في الاسيستات توزع هدايا لميرال اشرف تنجح في التسجيل. شكرا للاعاده، يا سلام على الباصه يا سوكا، يا سلام على الكات يا ميرال،
تنجح في تسجيل نقطتين خلي اللعبه دي النهارده سميها بلاي اوف ذا داي. ايتن ايهاب على الفلوتر شوت لكن حاضر على طول يرى سما ببلوك ولا اروع. وادي الباص سرايا، سرايا في الفاست بريك 3 بوينت لكن هارد لك يا سرايا، باك لياب على طول حاضر من رضوى لكن ما تنجحش في تسجيل، يرى سما للمره الثانيه تنجح في تسجيل 2 بوينت بعد سكند شانس في اخر 10 ثواني من زمن واحداث الكوارتر الثالث. انجي صلاح تبدا الهجمه، سوكا من بلوك واسيست مفيش اروع من كده، انجي لكن الباسر تايم كان هو الاسرع عشان تنتهي احداث الكوارتر الثالث 69-68 تقدم وتفوق لصالح انسات وملكات النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين استراحه دقيقتين ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع، لا تذهبوا بعيدا سنعود اليكم خلال دقائق. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الكوارتر الرابع والفصل الاخير في عمر هذه المباراه السيمي فاينال دوري السوبر سيدات لموسم 22-23. الستارت لاين اب للنادي الاهلي حبيبه بيكو فريدة وائل او عفوا نرمين ايمن ودينا عمرو جايده خالد يارا سامة ورضوى محمد. اما الستارت لاين اب لنادي سموحه فهو انجي صلاح وملك سامي ورانا محمد وحبيبه لطفي. وادي اولى الهجمات لصالح نادي الاهلي عن طريق جايده خالد لكن تكنيكال فاول على جايده خالد رقم 99، تكنيكال فاول لاعتراضها. الهجمه كانت في حارس النادي الاهلي، حاولت جايده خالد كده على التراي على الباسكت لم تنجح على طول بتعترض تاخد على طول تكنيكال فاول. كابتن كريم اسماعيل بيهديها لسه لعيبه ناشئه ما عندهاش الخبرات. وادي فري ثرو اول ناجح عن طريق ايه فتح الله رميه وحيازه 39-69 30 نقطه فارق لصالح النادي الاهلي. طبعا غدا ان شاء الله في ما بين شوطي مباراه الاهلي وبتروس زلواندا هيتم تكريم كابتن مودي الجرحي وكابتن ابراهيم الجمال. نرجع للمباراه مره ثانيه، ايه فتح الله سلم على طول لملك سامي، ملك تعمل درايف واحد على واحد بالهوك لكن تنجح في التسجيل، يرى سامة على طول ديفنسيف ريباوند، سلم رضوى محمد، رضوى تبدا الهجمه رضوى. رضوى هتعلى دينا عمرو، دينا عمرو الكابيتان وتنجح في تسجيل 2 بوينت وان سبورتسمان لايك فاول على آية فتح الله رقم 5. الباسكت كاونت ده ان سبورتسمان لايك فاول على حبيبه لطفي رقم 17. اند 1 ورميتين وحيازه. فري ثرو اول ناجح للكابيتانو دينا عمرو. انا قلت اند 1 ورميتين وحيازه، عفوا هي اند 1 فقط. نرمين ايمن استلم تاخد سكرين من يارا سامة، نرمين تقف على 3 بوينت شوت نرمين لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول يارا سامة تحاول معاها ثانية ونرمين توصل ليها لكن في الأخير حبيبة لطفي تلم والفاست بريك 2 على 1 لكن هنا الدبل دريبل خلفه واضحة وصريحة على انجي صلاح تنجح انها الكرة تروح لحيازة النادي الأهلي مرة ثانية. رضوى محمد تبدأ الهجمة للأهلي والأهلاوية. رضوى تعدي بالسكرين من يارا سامة، رضوى في الدرايف وقفت فلوتر شوت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم انجي صلاح على طول ديفنسيف ريباوند وتروح بالملعب تهدى وتلعب على السيت بلاي. ملك سامي جات لها سكرين، انجي صلاح سلم لحبيبه لطفي تعمل الدرايف كده من البيز لاين لكن يارا سامة تعترضها بفاول وخطا شخصي على يارا سامة. اقومها بمنتهى الشياكه وعندي الروح الرياضيه المطلوبه في كل الالعاب. وتو شوتس لصالح يارا او آية فتح الله. فري ثرو اول لآية تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني آية فتح الله لا تسجل، يارا سامة ديفنسيف ريباوند تبدا الهجمه عن طريق الاهلي، يبدا الهجمه عن طريق رضوى محمد. رضوى تعدي رضوى تقف وتسلم نرمين ايمن، سكرين تاني من يارا سامة، نرمين بتحتفظ بالكرة واحدة من نشئات المساعدات. وادي درايف كده نرمين
تنجح انها تاخد فاول وتو شوتس وفاول على حبيبة لطفي. اول نقطتين او اول تو شوتس لنرمين ايمن. اول سنه درجه اولى مصعده، او هي اول سنه السنه دي الدرجه الاولى فري ثرو اول ناجح لنرمين ايمن، وفري ثرو ثاني ايضا ناجح لنرمين ايمن. هي وجايده خالد اول سنه درجه اولى، اختارهم كوتش طارق خيري من الناشئات وتم تسجيلهم في الفريق الاول. ايه فتح الله، ايه تقلب الملعب على طول لانجي صلاح 74 40 34 نقطه. ملك سامي على الميديم شوت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، تخبط في ايد يارا سامه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموح. خرجت حبيبه لطفي ونزلت مكانها ملك عبد القادر، سلم الكره على طول لايتن، ايتن تقلب الملعب لانجي صلاح، هندوف على طول مع حبيبه او عفوا ايه فتح الله، لسه الكره مع ايه تاخد سكرين من ملك عبد القادر، وادي فاول وخطا شخصي على يارا اسامه، تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي او عفوا على نرمين ايمن رقم واحد. هي نرمين ايمن 7 دقائق 39 ثانية 74 40 34 نقطة فارق، وترن اوفر كده من ايه فتح الله باد باص، تطلع الكرة اوت سايد لصالح نادي الاهلي. دينا عمرو هتطلع الاوت لرضوى محمد، رضوى سلم لجايدة خالد، هاند اوف على طول مع نرمين في الباك دور حلوة قوي ليه دينا عمرو، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لكن الاسيست حلو من نرمين ايمن. انجي صلاح تبدا الهجمه، انجي تسلم لايه فتح الله في البيز لاين على طول لايتن، ايتن تشوط على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، هيا فتح الله ديفنسيف اوفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه مره ثانيه عن طريق انجي صلاح، انجي في الدرايف فلوتر شوت راحت لكن لا تسجل، تخبط في ايد لاعبه رقم 11 رنا محمد وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد تبدا الهجمه، كوتش طارق خيري فارق مريح، هندوف على طول مره ثانيه نرمين، هندوف مع دينا عمرو، دينا في الدرايف، دينا راحت فلوتر شوت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول ملك عبد القادر، تسلم على طول لانجي صلاح لكن يارا اسامه تعترضها بفاول وخطا شخصي. اوت سايد لصالح نادي سموحه. انجي صلاح لايتن، ايتن تسلم الكره كده لكن باد باص وترن اوفر جديد على نادي او عفوا خبطت في يارا اسامه، خبطت في يارا اسامه عفوا، واوت سايد لصالح نادي سموحه. 76 34 36 نقطه فارق لصالح النادي الاهلي. يمكن المباراه الاولى انتهت احداثها بنتيجه 72 65 بيك اند رول لكن غير ناجح على طول، نرمين ايمن في الاول ذا واي، نرمين راحت وصلت لكن لا تنجح، انجي صلاح بتطلع الكيك اوت على طول للاعيبه رنا محمد تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه. اربع نقاط سجلهم نادي سموحه حتى هذه اللحظات في احداث وعمر الكوارت الرابع مقابل سبع نقاط للنادي الاهلي في عمر احداث الكوارت الرابع. رضوى محمد سكرين اول وثاني، توقف رضوى سلم نرمين، نرمين على الاوبن شوت 3 بوينت شاطر، نجحت في تسجيل ثلاث نقاط نرمين ايمن، تنجح في تسجيل ثلاث نقاط نرمين بال 3 بوينت ولا اروع من بعيد يا نرمين، تنجح في تسجيلها، خمس نقاط سجلتهم نرمين في احداث عمر الكوارتر الرابع. ملك عبد القادر سلم الكرة لرنا، رنا في الكيك اوت عند انجي صلاح، انجي عايزه ترد ب 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، دينا عمرو تلم على طول وتسلم لرضوى محمد، رضوى تبدا الهجمه، رضوى لدينا عمرو الكابيتان ويجرب، الكابيتان ويجرب لكن الارض لك يا دينا، تلم على طول ايتن، ايتن تبدا الهجمه في الاول ذا واي، سلم على طول وميديم شوت ولا اروع من رنا محمد تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان يبقى السكور 79 6 44. هذه الميديا بشوط الاخيره لرنا محمد. اوت سايد لصالح النادي الاهلي.
خرجت ايتن نزلت هنا حسن رقم 4 4 دقايق 52 ثانيه سكرينات عشان مين اللي هيستلم دينا عمرو يقول لهم سبيس اوسع المساحات نرمين ايمن وقفت طمعت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل تلم على طول هنا اللي بتبدا الهجمه هنا تروح وتسلم على طول انجي صلاح انجي في الدرايف طلع كيك اوت ملك عبد القادر على الميديم شوت لا تنجح في التسجيل تلم على طول وتسلم ندى لنرمين ايمن اللي بتنجح في الفاست بريك انها تسجل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي السبع نقاط في جعبه نرمين ايمن انجي صلاح في الدرايف لكن تراجع عن موقفها تسلم لهنا هنا تقلب الملعب الناحيه الثانيه لسما سما في الدرايف واحد على واحد لكن بتعترضها جايده خالد بخطا شخصي وفاول وتو شوتس للصالح سما السيد سما على الفري ثرو الاول لا تسجل فري ثرو ثاني لسما تنجح في التسجيل 45-81 اقل من اربع دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه هل سيشهد النادي الاهلي تجاوز حاجز من 100 نقطه ده اللي هنشوفه دلوقتي رضوى لجايده خالد واخد لها بوزيشن كده لكن جايده قررت انها تخش وتروح لكن لا تنجح في التسجيل وتاخد معاها فاول بتو شوتس والفاول على ريم على انجي صلاح عفوا الرقم 10 تو شوتس 3 دقائق 40 ثانيه 81 الاهلي 45 سموحه جايده خالد على الفري ثرو الاول جايده وفري ثرو اول ناجح جايده فري ثرو ثاني جايده خالد تنجح ايضا في التسجيل انجي صلاح تبدا الهجمه لنادي سموحه 83 45 سلم للسما لانجي مره ثانيه زون ديفنس النادي الاهلي تقلب الملعب على طول لهنا هنا تحت الباسكت لملك عبد القادر اطعلة حلوه قوي سما وتنجح في التسجيل او عفوا اطعلة حلوه قوي رانا اللي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي سموحه رضا محمد تبدا الهجمه تاخد سكرين من يارا سامه في البيك اند رول سلمت يارا يارا تلف وترتكس بشمالها على الهوك لكن لا ترجع في التسجيل لما على طول نادي سموحه وسرع على الكره مع يارا ويارا ترتكس فاول وخطا شخصي على نادي الاهلي دو شوت لصالح نادي سموحه ملك عبد القادر على الفري ثرو الاول لا تسجل 253 ثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه الاهلي يضع قدم في النهائي انتظارا للفائز من مباراه سبورتنج والجزيره غدا ان شاء الله المباراه الثالثه والفاصله جيم 3 وادي هجمه اهلاويه عن طريق دينا عمرو دينا طواف سلم لجايده خالد جايده سلمت يارا سما تحت الباسكت يارا لكن في فاول هنا مع هنا ترتكبه واوت سايد لصالح نادي الا يارا سما تخرج يمكن ده اول تغيير وايضا رضوى يمكن ده اول تغييرين في احداث الكوارتر الرابع ونزلت مكانهم ندى نافع وحبيبه بيكو اوت سايد بيكو هتطلع الاوت سلم ليه نرمين ايمن نرمين حاول تعدي عدت فعلا نرمين لسه واحد على واحد نرمين عايز تعمل بنتريشن راحت وصلت لكن بيرتكب معاه فاول على طول من ايه فتح الله لسه نازله واوت سايد للصالح دقيقتين متبقيه اعتقد تو شوتس تو شوتس فعلا وشوتس لصالح نرمين ايمن فري ثرو اول نرمين لا تسجل ارد لك يا نرمين والفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل
هجمه على طول عن طريق ايه فتح الله، تسلم لهنا، هنا تاخد السكرين في البيك اند رول، لكن طلع ليه ايه فتح الله، ايه تقلب الملعب لهنا، هنا لملك عبد القادر اللي بتسلم لايه، ايه فتح الله مره ثانيه في الدرايف والكيك اوت عند سما، سما على 3 بوينت اوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل، جايده خالد ديفنسيف ريباوند، سلم لحبيبه بيكو، بيكو تبدا الهجمه للاهلي والاهلاويه، ليه هنا اه الكره اتقطعت هنا من دينا عمرو، طلعت اوت سايد او الباصه اتقطعت في الطريق لدينا عمرو وطلعت اوت سايد لصالح نادي الاهلي. يا ونص تقريبا على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. دينا عمرو تقف، دينا تسلم نرمين ايمن، نرمين توصل الكره لندى نفع، ندى واحد على واحد في الدرايف وصلت لكن لا ترجع في التسجيل، سكند شانس عند ندى مره ثانيه بتحاول لكن ما بتنجحش في التسجيل، هنا على طول ديفنسيف ريباوند تروح في الاول ذا واي واحد على واحد توصل لكن لا تنجح في التسجيل، ندى نافع ديفنسيف ريباوند وتسلم لحبيبه بيكو، بيكو تهدى بالملعب خلاص فنيا اكلينيكيا تاهل النادي الاهلي الى الفاينل. وادي بيكو في الكيك اوت لندى نافع، ندى في الدرايف واحد على واحد لسه ندى معاه الكوره، طلعت لبيكو تحت الباسكت بيكو وطلعت كيك اوت نرمين ايمن، نرمين على 3 بوينت للمره الثالثه لكن لا تنجح في التسجيل، جايده اوفنسيف ريباوند رائع تراي على الباسكت لكن لا تنجح في التسجيل، ندى نافع في الباك لاب ايضا لا تنجح في التسجيل، لما على طول سما، سما تعدي في الاول ذا واي واحد على واحد توصل لكن نرمين ايمن بالبلوك ولا اروع تنجح في انها ما تمنع سما انها تسجل نقطتين، زي ما قلت لحضراتكم خلاص فنيا حسابيا انتهت احداث المباراه والكوارت الرابع بفوز الاهلي اقل من 15 ثانيه حوالي تقريبا 12 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه، وهنا في فاول تجاه سما، سلامات يا سما 84 47. سلامات لسما، الحمد لله قامت بالسلامه 37 نقطة هو الفارق وتو شوتس لصالح سما السيد. سما على الفري ثرو الأول لا تسجل، فري ثرو تاني لسما لا تسجل أيضا، ندى نفع تلم وخلاص ارتضى الفريقين بنتيجة اللقاء. ألف مبروك النادي الأهلي وتأهله إلى فاينل الدوري الموسم 22-23 على حساب نادي سموحه بنتيجه 84-47. الف مبروك للجهاز الفني بقياده الكوتش طارق خيري، الف مبروك للاعبات ميرال اشرف، نادين سلعوه، سوريا، ندى نفع، دينا عمرو، النرمين، رضوى محمد، فريده، رنيم جداوي، بيكو، يارا اسامه، وجايده خالد، دول لاعبات الفريق النهارده. الف مبروك وسريعا نطير الى الاستوديو التحليلي بقياده الزميله العزيزه مريم سميح وضيوفها الكرام. الزميله العزيزه مريم سميح إليك المايكروفون.